السلام عليكم. الآن نأخذ المحاضرة الثانية اللي تخص تطبيقات على الـ First Order Differential Equation، والتطبيق اليوم هو الـ Falling Objects. فقبل أن نبدي بحل السؤال، خلي نقرأ المنطوق مالت السؤال. A steel ball weighing 1 pound is dropped from 2,500 feet with no velocity. As it falls, air resistance is V over 8 in pound, where V is the velocity in feet per second. Find the limiting velocity and find an expression for distance traveled by the object at any time. Take G 32.2 feet per second squared. خلينا نفهم كل كلمة من كلمات هذا المنطوق حتى نقدر نحل السؤال. الآن هي كرة فولاذية تزن 1 pound. الآن هاي القيمة هي ليست كتلة وإنما هي وزن. هاي أول ملاحظة يجب أن ننتبه عليها. أسقطت من ارتفاع 2500 feet with no velocity. الآن هذا السطر أيضا ينطينا فد معنيين جدا مهمة. أولاً الارتفاع الكلي اللي موجود عندي لهذه الكتلة أو لهذه الكرة هي 2500، أسقطت with no velocity، معناه منطيني بهذه العبارة initial condition at time equal zero v equal zero. نكمل. من تسقط هذه الكرة إلى الأسفل من هذا الارتفاع فإن هناك مقاومة للهواء. هذه المقاومة هي قيمتها V over 8 in pound، معناه ال V over 8 هي عبارة عن قوة، يعني عبارة عن force على شكل مقاومة، وده ينطيني انه هي ايضا بالباوند. ال V هي ال velocity in feet per second. Find the limiting velocity and find an expression. يريد أقصى قيمة للسرعة ممكن أن تصل إليها هذه الكرة عند السقوط، وأيضا يريد تعبير يحكم قيمة مسافة هذه الكرة at any time. قبل أن نحل السؤال نجي أول مرة نرسم الفري بودي دايجرام لهذه الكرة. كرة لها كتلة معينة تسقط إلى الأسفل، قوة سقوط إلى الأسفل هي الام في الجي، وهناك مقاومة إلى الأعلى قيمتها V over 8. فحتى أقدر أحل هذه المنظومة يجب أن أروح إلى قانون نيوتن اللي يحكم لي الحركة بالاتجاه الواي اللي هنا نشوفه. summation forces يساوي الام في الاي، هذا هو القانون اللي يحكمني هذه الحركة. الآن لو نجي نباوع على هذه الكرة، شنو الفورسز اللي مسلطة عليها إلى الأسفل؟ إذا اعتبرنا أنه إلى الأسفل هي القيمة الموجبة، فموجود عندي ام في الجي إلى الأسفل ناقصا V over 8، هاي هي قوة المقاومة اللي تقاومها إلى الأعلى، تساوي M في الأي. الأي هو التعجيل. من هو التعجيل؟ هو عبارة عن dV by dt. الآن هذه المعادلة هي أصلاً نفس هذه المعادلة اللي معطات بحل هذا السؤال. هنا هذه المعادلة الأصلية اللي تحكم أي أوبجكت ساقط إلى الأرض. MG هو عبارة عن قوة السقوط إلى الأسفل، قوة التعجيل الأرضي طبعاً، والكيفي هي عبارة عن المقاومة. ايضا المقاومة هنا بشكل عام، بما انه المقاومة معطات عندنا بالسؤال على شكل V over 8، فانا راح اكتبها مباشرة على شكل V over 8. الKV الان، الKV هاي الان نباع عليها، الKV هي عبارة عن V over 8، فمكان الكي في طلعنا قيمة الكي، كي في 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 على 8، الفي تروح ويا الفي يبقى الكي 1 على 8. أيضا بإمكان أنه نعوض بمكان الكي 1 على طبعا 8 نيوتن سكند بير متر، هذا عبارة عن الدامبينج اللي موجود اللي هو مقاومة الهواء. فنجي حتى نحل هذه
المعادلة اللي موجودة عندنا يجب أن أول مرة نستخرج قيمة الكتلة. طبعا الكتلة هنا بما أنه منطيني وزن بالسؤال فلازم أطلع قيمة الكتلة. إذن الوزن هو M في G، 1 يساوي M في 32 على 2، إذن الM هو 1 على 32 بوينت، الM هو 1 على 32 بوينت 2. أجي الآن أعوض كل قيمة بما يساويها. من هذه المعادلة عرفنا أنه dV by dt زائد k على m في v يساوي g، حقيقة هي نفس هذه المعادلة بشكل آخر. نجي نعوض كل شيء استخرجناه. الm الk هو 1 على 8، الk 1 على 8 وطلعناه من معادلة هذه القوة. الm هي 1 على 32 في الكل في V يساوي الجي. طبعا هذه المعادلة رتبناها بهذا الشكل، نقلنا الام جي، قسمنا، طبعا قسمنا كل المعادلة على ام حتى نتخلص من الام، اجت الام بهذا المكان فصارت عندي دي في باي دي تي بهذا الشكل زائد كي على ام في الفي يساوي جي. الان هذه المعادلة بعد ان رتبناها بشكل النهائي اصبحت معادلة من الرتبة الاولى، معادلة تفاضلية من الرتبة الاولى. dV by dt 4.025 في الV يساوي 32.2. نجي حتى نحل هذه المعادلة لازم نطلع الكاركترستيك إيكويجن مالتها. الآن هذه المعادلة هي dV by dt dV by dt زائد 4.025 V يساوي 32.2. الآن هذه معادلة عندي، معادلة من الرتبة الأولى. حتى أحلها شلون نحل هذه المعادلة؟ هذه المعادلة هي non homogeneous equation. الآن نجي إلى التحليلات الهندسية كرياضيات. هذه المعادلة non homogeneous. أول شيء نجي، هذا هو المشتقة الأولى وهذا هو القيمة اللي احنا مطلوب الآن إيجادها. فقبل كل شيء أسوي الكاركترستيك إيكويجن بحيث نخلي بمكان المشتقة M زائد 4.025 ونساويها إلى الصفر. إذن الM راح تطلع عندي تساوي ناقص 4.025، الام تساوي بوينت ناقص 4.025. اذا في سي او في اتش احنا سميناه الكومبلمنتري سوليوشن او الهوموجينيوس سوليوشن يساوي ثابت مضروب في اي تبور ناقص 4.025. الان وجدنا الحل الاول، نجي على الحل الثاني اللي هو البارتيكولر انتجرال اللي يخص ال 32.2. إذن بما أنه هو ثابت فنفرض أنه VP تساوي ثابت. إذن هذا الثابت موجود عندي مشتقة dVP by dt يساوي صفر. أعوض هذه القيمتين بالمعادلة الأصلية فإيش راح أحصل؟ راح أحصل على صفر زائد 4.025 في قيمة ال V هي B. شو يساوي؟ يساوي 32.2. إذن ال B تساوي 32.2 على 4.025. هذا يطلع النتيجة 8. إذن V النهائية شو تساوي؟ راح تساوي عندي V C زائد V B. إذن A E to power ناقص 4.025 زائداً ال B اللي هو هذا اللي هو 8. إذن هاي هي ال V. إذن ال V 8 زائداً A E to power ناقص 4.025. الآن عندي طبعاً في التايم، هذا هو في التايم. الآن هذه المعادلة بها مجهول هو الأي، مطلوب من عندنا إيجاد قيمته بما أنه هو معطيني بالسؤال
بالسؤال يقول with no velocity. هاي الستيل is dropped من هذا الارتفاع سقطت with no velocity. شنو معناه؟ معناه a time. هاي المعادلة النهائية. نجي الآن على ال condition. Initial condition شو يقول؟ يقول a time equals zero v equals zero. فمنعوض بالمعادلة مالتنا اللي هي v المعادلة v يساوي a في e to power minus 4.84 زائد 8. ايش راح حصل على ال v يساوي a صفر يساوي a زائدا 8. اذا ال a طلعت قيمتها ناقصا 8. اذا الان حصلت على معادلة v تساوي هذه المعادلة تحكم ال velocity الساقط ولا تحكم المسافة. الان مطلوب بالمثال بالتطبيق find the limiting velocity. شنو معناه؟ معناه انه انا اعوض ال velocity عندما time equal to zero. فاخذ ال v يساوي limit t equal t goes to infinity لهذا ال expression اللي موجود، لهذا التعبير اللي موجود عندي، لهذه العلاقة. فاحصل على 8 feet per second، هذا اقصى سرعة ممكن ان تصلها. بما انه مطلوب بالسؤال إيجاد تعبير يحكم المسافة، إذن أنا هنا عندي سرعة، إذن لازم أكامل الطرفين بالشكل التالي. كاملت ال v تنطيني s اللي هي distance. نكامل 8 ناقص 8 بور تطلع عندي 8 تكاملها 8 t، وهذا المقدار بس أوفر الأس إلى بالأسفل ويبقى نفسه، وأيضا يصير عندي هنا ثابت تكامل. إذن هذا هو الاس اوف تي. نجي بما انه بالسؤال هي سقطت من ارتفاع 2500، فراح اعتبر انه سقطت الارتفاع الرئيسي مالتها هو البداية الصفر. فراح اقول اس اكول زيرو عندما يكون التايم يساوي صفر. فمن اعوض بهذه العلاقة بمكان التايم يساوي صفر وبمكان الاس تساوي صفر، راح أحصل على هذا الثابت اللي هو minus 1.9875. أعوضه وراح أحصل على ال S of T هو 8 T زاد 1.9875 e to power minus 4.025 T minus 1.9875. الآن كسؤال حسب المنطوق اللي مطلوب من عندنا، فلهنا هو السؤال انتهى، هذا هو الانسر. لكن لو طلب من عندك ايجاد الزمن اللي يحتاجه هذا الكره، تحتاج هذه الكره الفولاذيه حتى تسقط الى الارض، يجب ان نعوض بمكان المسافه 2500 وبمكان التايم يبقى مجهول، ونحلها للتايم. وطريقه الحل الان تعتمد على التحليلات العددية وما أخذته من محاضرات بالتحليلات العددية. شكرا لإصغائكم.